قامت اليوم جمعية الواضي الأبيض للأرامل والأيتام بتقديم أكثر من 500 كتاب مدرسي لإحدى المدارس بالدائرة الثامنة. المناسبة كانت بحضور النائب البرلماني عبد الله إشوا. تقرير محمد عثمان بشير. أكثر من 500 كتاب من أنواع الكتب المدرسية قد تم تقديمها من قبل جمعية الوادي الأبيض للأرامل والأيتام إلى هؤلاء التلاميذ بمدرسة الأساس بأنقبو شايب. وزارة الشعور الاجتماعية للمرأة التشادية كلها هي مرأة نظلم من بناتي تقروا كويس اللهم يساعدكم وساعد الجميع. مدير المدرسة إبراهيم أبو بكر والمفتش التربوي بالمدرسة بدورهم عبروا عن شكرهم العميق من هذه البادرة التي شملت تلاميذ هذه المؤسسة. كما قدم النائب البرلماني بالدائرة الثامنة عبد الله الشواء ثناءه من هذا العمل النبيل التي قامت به الجمعية. يذكر بأن هذه الجمعية قد تم تأسيسها منذ العام 2013. احتفلت أمس الجمعية لصالح التنمية والعمل الإنساني بمناسبة الإعلان الرسمي لانطلاقة أنشطتها وذلك بمركز دراسات وتدريب من أجل التنمية بحضور المسؤولين بالإدارة العامة للدولة والمدعوين. هارون أبادة. من أجل المساهمة الفاعلة في تمدرس الأطفال الذين لم يجدوا حظهم من التعليم بسبب الظروف المادية وتحسين حياتهم الاجتماعية أسست الجمعية لصالح التنمية والعمل الإنساني أفداه، وتجيء هذه المناسبة لإعلان الانطلاقة الرسمية لنشاطات الجمعية. وقد أوضح رئيس الجمعية يوسف أمير جرو إن هذه الجمعية هي منظمة غير حكومية وبعيدة عن الألوان السياسية، أهدافها دعم ومساعدة الضعفاء، الكفاح ضد القبلية والعنصرية، السعي من أجل الحفاظ على التعايش السلمي، أخذ الاحتياطات لمواجهة الجفاف والأمراض الناتجة عن سوء التغذية. كما تهدف جمعية أفداء إلى تحريك عجلة التنمية المتكاملة وحماية البيئة وتوفير المياه الصالحة للشرب ومحاربة الفقر في الوسط الريفي والحضري. الجمعية لصالح التنمية والعمل الإنساني أفداء جاء تأسيسها بعد مبادرة بعض أبناء مركز إداري وي بتأسيس تجمع بتاريخ يونيو 2008، وقام التجمع بتحقيق بعض الإنجازات في إطار التنمية المحلية، وأن الحاجة لمثل هذه التنظيمات كانت ملحة للانخراط في العمل الإنساني من خلال تنفيذ المشاريع الإنمائية ودعم جهود الحكومة الرامية إلى الرقي بالمبادرات المحلية والوطنية. الحملة التدريبية التي نظمتها جمعية النهضة لصالح المزارعين بمنطقة كندل حول النظم الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة أنهت هذه الدورة عمالة اليوم بكندل. أحمد محمد عثمان بشير. بعد 3 أيام من الدورات المكثفة حول تقنيات استعمال الأدوات الحديثة للري في مجالات زراعة الخضروات يأتي هذا الحفل الختامي لهذه الدورة التي كانت لصالح المزارعين بقرية كندل والتي قد نظمت من قبل جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين. وإن شاء الله جمعية النهضة تسيلكم أنفرماسي وما بعد الشتاء وزراعة حنصيف ذات تبقى كيف. المشاركون بدورهم عبروا عن مدى استفادتهم من هذه الدورة. أنا في الثلاث يوم ده السلطة نزروكي كيف، التوم نزروكي كيف، البصل نزروكي كيف، واستفدنا الحمد لله. السلطة كمان المهم لقينا فورماسيون في تكنيك هنا سابين ألم في كريمي هنا جاردين لقينا الأول تكنيك هنا إرغاسيون بسبوال في كانال بنادو جرافيتير هذا كل لقينا وليجينا آخر واي بتنا الأسماء أسبرسيون اللي بيرشة اللي مبيفوق وليجينا واي المهم ما روي لنا البكوشو بنكت اللي في ديرك في نوبار. نهاية هذه المناسبة كانت بتوزيع شهادات للمشاركين بالإضافة إلى زيارة ميدانية شملت هذه الساحات الزراعية التي قد أجريت فيها دورات ميدانية للمشاركين خلال الدورة.